بعد سنتين دخلت شارلتون التاريخ مرة أخرى، حيث خاض المباراة الدولية رقم 100 أمام أيرلندا الشمالية. واستقبلت شارلتون استقبالا حافلا في ملعب ويمبلي لدى دخوله، وهو يتقدم اللاعبين كقائد للمنتخب في تلك المباراة، ليكون بذلك ثاني لاعب فقط يخوض 100 مباراة مع منتخب إنجلترا. ومنحت شارلتون درعا تذكاريا قبل بداية المباراة، وقد خلد هذه المباراة في الذاكرة أكثر من خلال تسجيله هدفا. سجل بوبي تشارلتون هدفا ليزيد من متعة المباراة الاستثنائية، وقد كانت بطلة العالم إنجلترا متلهفة لخوض كأس العالم عام 70 في المكسيك.